Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. La séance va commencer immédiatement. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette troisième session durant laquelle nous parlons des options et stratégies d'exportation pour la zone Moyen-Orient, Europe et Asie. Au fil des dernières années, nous notons une déconsolidation du marché énergétique global. Aussi, le prix du pétrole ne cesse de changer et influence l'approvisionnement des pays en créant... laisse penser que l'or noir pourrait encore être utilisé. وهذه فكرة جديدة تطيح بفكرة انهيار الانتاج النفطي بعد عشر سنوات فهل إن الموارد النفطية سوف تستنزف هناك من يشكك في هذا الموضوع وبالتالي هل يمكننا القول إننا لن نواجه نقصا في البترول بعد 200 سنة هذا أمر صعب ولكن يبدو أن منطقة شرق المتوسط واعدة فإن الغاز والنفط قد يشكلان الرهانات السياسية والبيئية الأساسية في هذا البلد وهذا ما سيؤثر على استراتيجيات التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا لدينا ثلاث متحدثين متخصصين في تجارة النفط والغاز الطبيعي سوف يتحدثون عن الرهانات التي تواجه هذه المنطقة سوف أعطي الكلمة في البداية لسيد جان باتيست دوبروي هو يعمل في جي دي اف سويس شركة هامة تعمل في مجال النفط في أكثر من 70 دولا وخمس قارات وسيد جان باتيست يعلم أيضا في سيونس بو باريس وهو إذا يدرس مادة متعلقة بالغاز الطبيعي سيد جان باتيست لك الكلمة صباح الخير Good morning, almost. صباح الخير جميعا Merci beaucoup Jean-Paul pour cette introduction. صباح الخير Good morning, bonjour à tous. شكرا جزيلا على هذه المقدمة بادئة ببدء أود أن أشكر المنظمين الذين دعوني لكي أتناول الكلمة في هذه الندوة الشيقة هذا ما اتضح لي من الجلسات الأولى حضرة رئيس هذه الجلسة سوف أقدم عرضي في غضون خمس دقائق أو عشر دقائق إذا تمكنت من ذلك كنت أود أن أدافع عن حصة الغاز الطبيعي في السوق العالمية ولكنني علمت أن وجهة النظر هذه هي وجهة نظر يؤيدها الحضور وهذا ما انبثق عن المداخلات السابقة وبالتالي فإنني سوف أعيد توزيج مضمون مداخلتي لأنني لا أريد أن أكرر ما قيل في مداخلات سابقة سوف أكتفي بتوصيل بعض الرسائل المهمة بالنسبة إليه بشأن تطوير الغاز الطبيعي وأهمية هذا الغاز على المستوى التنمية المحلية والإقليمية الرسالة الأولى تذكر الخبراء بخبراتهم وتشجع الشباب والطلبة بكون قطاع الطاقة قطاع متطور وبالتالي فإن هذا القطاع يشهد تحديات جمة بدأ هذا القطاع في بداية الألفية كان الوضع مختلفا قليلا كان برميل البترول يتراوح سعره حوالي 15 دولار وكانت الولايات المتحدة ستصبح موردا كبيرا أو مستوردا كبيرا للغاز الطبيعي وكان الاحتباس الحراري يشكل مشكلة فالبعض لم يكن يقتنع به وبالتالي كانت الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة التي لم تكن تعتبر واقعية ولكن تغيرت الأمور منذ ذلك الوقت هذا قطاع يتجدد إذن بصورة مستمرة التحديات عديدة
ونحن بحاجة لرفع هذه التحديات لمساعدة هذا القطاع في مواجهة التحديات الماثلة أمامه. قطاع الغاز الطبيعي هو قطاع يعنينا بصورة خاصة اليوم. هناك تحديات واجهناها وإشكاليات واجهناها ونواجهها اليوم. إذا عدت إلى الوراء أتوصل إلى رسالة ثانية التي أريد أن أوجهها لكم. الغاز الطبيعي حديث ولم ينضج بعد. منذ بضع سنوات كان الغاز الطبيعي من النفايات، كان مشتق من مشتقات النفط، وكان كنا نجده عند التنقيب عن البترول، وكان يستخدم لإعادة حقنه من أجل الحفاظ على الإنتاج، وإلا كان يدمر، كان يتلف. أما اليوم فبات سلعة، بات مصدرا للقيمة المضافة. ونحن في سوق ديناميكية تشهد نموا كبيرا، ترون معدلات النمو المرتفعة على مستوى العالمي، وهناك الصين أيضا. إذن هذه هي الطاقة الابتدائية التي شهدت أكبر معدل نمو في العالم مؤخرا. والغاز الطبيعي لم يصبح بعد سلعة عالمية مثل النفط، فهناك ديناميكيات محلية وديناميكيات إقليمية تجعل من هذه الطاقة طاقة متحولة وتواجه بعض الإشكاليات. وهذه الإشكاليات والتحديات هي تحديات سوف نواجهها غدا. تحدثنا عن موضوع الاحتباس الحراري وموضوع استخدام الموارد. طبعا هذه المسألة معقدة ومركبة وما من حل سحري. أذكركم بما قاله الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة، فهو قال إن الطاقة الأفضل هي الطاقة التي لا نستهلكها، ولكننا سوف نحتاج إلى مختلف الموارد، إلى شتى أشكال الطاقة لكي نتمكن من الاستثمار، لكي نتمكن من التحول إلى استهلاك مستدام ذات ديمومة ويحترم الموارد من أجل أن نستخدم هذه الموارد في المستقبل. والغاز الطبيعي من إذن الأمور والأنباء السارة في هذا المجال. على هذا الرسم البياني باللون البنفسجي ترون الحصة المتوقعة من الغاز الطبيعي من أجل تلبية حاجات الطاقة المستقبلية، ونجد ذلك في مختلف المناطق الجغرافية وفي مختلف المناطق والقطاعات. وبالتالي نحن بحاجة للغاز الطبيعي من أجل إنتاج الطاقة المتجددة ومن أجل إنتاج الطاقة التقليدية، ونحن بحاجة لاستخدام الغاز الطبيعي من أجل الكفاءة في مجال الطاقة، من أجل الحصول على خليط مثلا يسمح بتحقيق ديمومة في المستقبل. ما هو العامل الذي سوف يسمح لنا بالتحول نحو الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي؟ العامل الأساسي هو الغاز الطبيعي المسال، لن نتحدث عنه مجدد. الغاز الطبيعي المسال يسمح بالربط بين مختلف الأسواق، وسوق الغاز الطبيعي المسال اليوم هو سوق حديث. اليوم نحتفل بالذكرى 50 لأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال. في إنجي أطلقنا الشحنة الثانية نحو الهافر في فرنسا منذ عدة سنوات. لنعود إلى الوراء. على هذا الرسم البياني تجدون تطور السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وتم هذا التطور بصورة بطيئة في البداية، فكان هناك عدد صغير من البلدان التي تستورد وتصدر الغاز الطبيعي المسال، وتطور هذا القطاع في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة، واليوم باتت السوق أكثر وأكثر أهمية، ليست عالمية. ما من ديناميكية، ولكن هناك ديناميكية تسمح بإضفاء طابع عولمي على هذه السوق، وهذه الديناميكية سوف يهيئ لها بروز جهات وفعاليات جديدة. إن من أجل الحصول على السوق لابد من أن يكون هناك العرض والطلب، ومن أجل العرض والطلب نحن بحاجة إلى عدد من الجهات المعنية. كلما كانت مصادر التمويل متعددة، كلما كان هناك ظروف مؤاتية لقيام سوق العالمية للغاز.
بالنسبة للعرض هذه الظروف تستوفى مع زيادة الجهات المعنية والفعاليات أي الجهات التي تطور القدرات الكبرى مثل أستراليا قطر الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات القادمة وروسيا أيضا روسيا التي تشكل جهة فاعلة على صعيد التصدير وإنما أيضا على صعيد التسييل السؤال الذي نطرحه ما سيكون دور الشرق الأوسط أين نجد الشرق الأوسط على هذا الرسم البياني لا نجد الشرق الأوسط في المشاريع المقررة يمكننا أن نعد لائحة بالمشاريع التي إذا تم اعتمادها من أجل التوظيف في الغاز الطبيعي المسال ولكن علينا أن نفكر بصورة مغايرة علينا أن نركز على دور الشرق الأوسط ماذا عن شرق حوض البحر الأبيض المتوسط مجددا أود أن أوجه لكم رسالة بسيطة اعذروني سوف أنتقل إلى اللغة الإنجليزية لأنني سوف أستخدم مصطلحات يستخدمها الجميع. Small is beautiful باللغة الإنجليزية أي الصغير هو جميل. العالم ينظر إلى المشاريع الكبرى الأمريكية أو الأسترالية المشاريع الكبرى لتنمية مثلا الساحل الشرقي لأفريقيا ولكن هناك مكان أيضا لمشاريع متوسطة من أجل خدمة أسواق ليست بحاجة إلى إمدادات كبرى أما الرسالة الثانية فهي كالآتي ينبغي أن نفكر على صعيد عالمي ولكن أن نعمل على صعيد محلي انظروا إلى شرق حوض البحر الأبيض المتوسط جغرافيا هذا الحوض موجود بين مختلف الأسواق العالمية التي وصلت اليوم إلى مستوى من الطلب ومستوى من التنمية ذات أهمية بالغة وبالتالي هناك منافسة على العرض وتنخفض أكلاف الأحجام ولكن ما يهمنا اليوم ليست النقاط التي تتعلق بالاستهلاك الحالي وإنما النقاط التي لم ترسم بعد أي البلدان التي سوف تستورد في المستقبل الغاز الطبيعي المسال والتي تكون على مقربة من حوض البحر الأبيض المتوسط شرقا وعلى مقربة من لبنان من المغرب إلى القارة الهندية إذن هناك مشاريع عديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ولا بد من أن نستجيب لهذه الطلبات وليس لطلبات مشاريع كبرى مثل المشاريع القطرية إذن ينبغي أن تكون الطاقات مرنة ينبغي أن تكون المشاريع متوسطة ومعقولة وعلينا أن ننظر إلى هذه الأسواق استراتيجية إذن التمويل والتصدير هي استراتيجية ينبغي النظر عليها على ضوء معايير عديدة تحدث عنها المتحدثون في الجلسة السابقة ينبغي أن نركز أولا على البيئة المحلية المؤاتية للاستثمار ينبغي أن يكون هناك بيئة تضمن الاستثمارات بيئة إذن تعطي الثقة للمستثمرين فتأرجح الأسعار أو التأرجح ليس ميزة أساسية من ميزات البيئات المؤاتية للاستثمار نحن بحاجة لإطار ضريبي ولإطار قانوني يعتمد على مستوى البلدان المستقطبة للاستثمارات كل ذلك من أجل ضمان الوصول إلى الموارد وضمان الديمومة وينبغي أيضا التفكير في تنمية السوق المحلية أكرر كل ما قيل في الجلسات السابقة لا ينبغي أن ننظر فقط إلى إمكانيات التصدير من أجل الحصول على العملات الصعبة علينا أيضا أن نستخدم الموارد المحلية من أجل تلبية الحاجات المحلية ومن أجل التكامل الإقليمي وذلك من أجل التوصل إلى سوق نحن بحاجة إلى المنافسة بين مختلف الجهات الفاعلة التي تسعى لتلبية احتياجات المستهلك هذه الظروف هي التي سوف تسمح لنا بقيام قطاع مستدام على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى الدولي عندما يتم تصدير النفط هل يتم تصدير عن طريق الغاز أو عن طريق السائل تحدثنا عن
الغاز في مرحلة سابقة. هناك مشاريع نستمع أو نسمع عنها على صعيد المنطقة. نسمع عن مشروع من أجل زيادة الأرب بايبلاين أو الغاز بايبلاين. كل هذه المشاريع تواجه عدد من المشاكل على مستوى إدارة العبور، على مستوى التفاوض مع بلدان العبور، وعلى مستوى المنافسة الحاصلة بين الجهات الفاعلة الكبرى أي روسيا، وكذلك الوصول إلى أسواق مثل أوروبا الغربية، تلك البلدان التي تكون فيها احتمالات النمو معتدلة. وبالتالي ينبغي اعتماد مقاربة مرنة مع كميات معتدلة، وينبغي العمل على سوق نعرفه، سوق إقليمية. نحن ربما لا نريد أن نصدر الغاز نحو الصين أو اليابان، علينا أن نلتمس الاحتياجات المحلية والإقليمية، ويمكن أن ننظر أو يجب أن ينظر إلى الأسواق التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة بالنسبة إلينا، فنحن لسنا كبيري الحجم. ختاما، نحن في إنجي من الرائدين في تطوير الغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي. نحن موجودون في 70 بلد وفي 5 قارات. لدينا إذن اليوم بواخر لنقل هذا الغاز الطبيعي المسال من حول العالم، وهناك العديد من المبادرات التي اتخذت من أجل تطوير هذه الشركة. نحن نريد أن نتطور على الصعيد الدولي، نريد أن نصبح إسمنت هذه السوق العالمية، وهناك مبادرات إقليمية أيضا تتخذ من أجل تطوير الموارد اللازمة من أجل تلبية احتياجات الأسواق المحلية. وشكرا. Merci, cher ami, pour cette belle présentation très intéressante. Nous retenons donc في جنيف، عمل في السابق في بي ان بي باريبا، وعمل على مستوى التعاملات والتمويل المنظم، وكان رئيس القسم الخاص بأفريقيا، وهو يعمل كمسؤول عن ندوة جيوسياسية النواحي الجيوسياسية للطاقة في جامعة فرنسية، وسوف يتحدث عن إمكانية التوصل إلى عائدات مقبولة بالنسبة إلى قطاع الطاقة في لبنان. أعطيه الكلمة فورا. Good morning everyone, and first of all many thanks for the invitation. I think it's a privilege for a Frenchman to be part of such a fantastic debate. Not in English, it's okay. In my previous life, I had the chance to look at some of the developments a bit further south in the Eastern Mediterranean. And some of the questions which are being asked today were asked maybe 5, 6, 7 years ago by your neighbors. And much as people have put a long timeline to potential development here, recent history shows that with a strong determination, it is possible to actually move from exploration plan to actual production and gasification of a local economy within a five years time frame, or even shorter. Oops. Okay, so given the fact that we had already some very excellent presentations, I'm going to shift straight to slide number 2. I think the regional aspect is absolutely key here. We've heard about where Lebanon stands, the fact that actually the instability عن الوضع الراهن في لبنان وعن غياب الاستقرار الأمر.
الأمر الذي بطأ من وتيرة التطور والنمو المتعلق بالموارد البشرية. ولكن إذا ما توسعنا أكثر في هذا المجال انطلاقا من الخارطة التي رأيناها، سنلاحظ أن المخزون الأول كان موجودا في مصر وبعد ذلك في غزة وفي إسرائيل. هناك بعض الارتياب بشأن الوضع في قبرص. وفيما يتعلق بقبرص وهي تعتبر الجزء الشرق متوسطي من القارة الأوروبية، وهناك بعض التأثيرات اليونانية والتركية التي تعقد من المسألة في قبرص. وأعرف أن هناك مشاكل في لبنان شبيهة بتلك التوترات، ولكن إذا انطلقنا من الإطار الإقليمي العام سوف ننظر إلى إمكانية تطوير حلول على المدى الطويل. سوف أركز الآن على الخبرات السابقة لدول كان لديها خبرة في هذا المجال، حيث تمكنت الموارد من الغاز من تحسين الوضع. لقد اكتفينا بتسليط الضوء على الخبرات المتعلقة بالموارد النفطية، ولكن فلننظر إلى منافع الموارد الغازية، وسأعرض عليكم هذه النتائج. إن الغاز المسيل، الغاز الطبيعي المسيل، هو المنتج الأساسي بالنسبة للموارد الغازية، ولكن بسبب المشاكل البيئية التي ازدادت في المراحل الأخيرة وفي العقد الأخير، أصبحت الموارد الغازية هي الأولوية، خاصة إذا ما كان لدينا نظرة على المدى الطويل. اليوم نحن نتحدث عن إنتاج الطاقة الشمسية في دبي وعن أساليب أخرى تعتمد في الدول التي تتمتع بموارد مائية، لذلك أصبحنا بحاجة إلى حوكمة على المدى الطويل وإلى نفقات رأسمالية على المدى الطويل. أظن أن الغاز خلال هذه المرحلة القادمة سيمثل نوعا من المنطقة العازلة أو الإمكانية التي يمكن الاستثمار فيها لاستخراج الطاقة. الغاز في لبنان، وهنا سوف أستعرض مثالا من إسرائيل. انطلاقا مما حصل في التسعينيات، في الواقع بدأت هذه الخبرة و تم البدء بالتركيز على هذا القطاع، ومع مرور الوقت إن شركة الكهرباء الوطنية بدأت تعدل منشآتها وتستخدم الغاز بدلا عن الفحم، وهنا أصبح إنتاج الغاز مهما جدا في هذه المرحلة. وبالنسبة إلى لبنان، على الرغم من أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت، إن عملية تحويل المنشآت منشآت الطاقة أمر مهم جدا،
وإزالة الكربون خاصة في هذه المنشآت التي رأيتها في الصباح وأنا في طريقي من منطقة الزوق إلى هنا. إذن هناك بعض الإمكانات التي يمكن للموارد الغازية أن توفرها، وهذه تعتبر حلولا انتقالية حتى يصبح إنتاج الغاز قادرا على تلبية الطلب في السوق، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى التي سأذكرها في هذه الشفافيات. المسمدات حتى في دولة صغيرة، مسمدات مستخرجة من الغاز ولكنها دقيقة وتعتبر حساسة جدا، بالإضافة إلى الغاز السائل وكل المواد البتروكيميائية التي تحدثنا عنها صباحا. وهنا يمكننا العودة إلى الخبراء السعودية والقطرية والإيرانية من خلال إدماج كل ما كان يعتبر منتجا ثنائيا أو سنويا واستخدامه، وهذا حصل أيضا في دول الخليج وفي مصر التي كانت متعطشة للطاقة. أعرف أن لبنان نظرا إلى حجمه ليس قادرا على التحول إلى مركز للاستقطاب، ولكن يمكن له أن يستفيد من كل هذه الموارد بأشكال مدروسة أخرى. والآن أود أن أعطيكم فكرة عما يحصل في الولايات المتحدة على مستوى إنتاج الغاز. وخاصة الغاز الصخري كما ترون لقد بدلت هذا النوع من الإنتاج الصورة في القطاع. لماذا؟ ما هي تكلفة استخراج الغاز الصخري؟ فعندما كانت الولايات المتحدة منتجا عاديا للغاز قد كانت قدرتها التنافسية محدودة، ولكن عندما ظهر الغاز الصخري تغيرت الظروف وتغيرت هذه المعادلة، فارتفعت قدرة الولايات المتحدة التنافسية وأصبح هذا البلد قادرا على زيادة التنافسية على المستوى الصناعي من خلال توليد الطاقة بأسعار زهيدة. وإذا رأينا هنا حجم الاستثمارات التي أطلقت أو أعلن عنها خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، نرى معدلات عالية تصل إلى 150 مليار دولار. منذ 10 أعوام كنا نعتبر أن هذه الدولة لا تتمتع بالإمكانيات الإيجابية، ولكن هذه المعادلة تغيرت بفضل هذا القطاع. مثال آخر من تنزانيا، دولة اكتشفت وجود موارد غازية مؤخرا، المخزون واعد ليس بقدر ما هي الحال في الموزمبيق، ولكنها مهمة وقد تم الاستثمار بشركة لتصنيع المسمدات، وهذا سيعتبر حجر أساس لإعادة تطوير القطاع الزراعي في هذا البلد الذي عانى من النظام الاشتراكي لسنوات طويلة. إذن فيما يتعلق بتأثير استخدام الموارد الغازية،
هنا كما ترون التأثير إيجابي على المستوى الضريبي، على مستوى تحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الاستقطاب واستيراد الغاز والموارد النفطية من الخارج، بالإضافة إلى تحقيق ادخار كبير، بما أننا سنتخلص من التكاليف المخصصة للاستيراد ولنقل كل هذه الموارد، وبطبيعة الحال سوف يتم تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعاً. من شأن ذلك أن ينعكس على المستوى الداخلي، على مستوى توسيع النطاق الاقتصادي، ومع مرور الوقت كما ذكر سابقاً يمكن لذلك أن يؤدي إلى تأمين استقرار دائم بالنسبة للمجتمع وتحقيق رفاه المجتمع بشكل عام. وفي الختام أود أن ألقي الضوء على مثال مهم يجب أخذه بالاعتبار نظراً إلى الظروف المحيطة بلبنان. غالباً ما نسمع أن الصين واليابان والفلبين هي دول تعاني من مشاكل وأزمات، خاصة بالنسبة إلى الجزر الموجودة في هذه المنطقة والتي هي تعتبر سبب نزاع. أظن أن الصينيين واليابانيين قرروا ألا يكون هذا النزاع يشمل الموارد، بل حاولوا التعاون معا بهدف الاستفادة من هذه الموارد، وأنشأوا مناطق تنمية اقتصادية مشتركة. وهذا إنجاز مهم بالنسبة إلى هذه الدول التي تعاني من تضارب في المصالح واسع، ولذلك يمكننا أن نأخذ هذا المثال بالاعتبار وأن نركز على هذه الخبرة الصينية. ففي إسرائيل إن حقل تمار هو حقل ذات قدرة استثمارية عالية، ولكن الإسرائيليين قرروا ألا ينشئوا هذه المنشآت، بل أن يستخدموا المنشآت الموجودة في قبرص وفي مصر. لماذا لا نتطلع إلى المستقبل، وبالتالي لماذا لا نفكر بخلق موارد إقليمية مشتركة، وبالتالي أن تكون قبرص ومصر الدولتين اللتين تحاولان جمع كل هذه الموارد الموجودة بالمنطقة، الأمر الذي سيكون إيجابياً بالنسبة إلى هذه الدول التي تسيطر على الموارد. أترككم وأختتم مداخلتي بهذه الأفكار الإيجابية وبنفحة الأمل هذه. صحيح أن المشكلة الأساسية حاليا هي تخفيض الاعتماد على الغاز الروسي من قبل قبرص، وبذلك قد تكون الفرص مفتوحة أمام دول المنطقة الأخرى. شكرا. شكرا يا صديقي على هذه المداخلة.
إذن أذكر بما قاله، لا ينبغي التركيز على التصدير، ينبغي أن نفكر في دور الغاز في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني. أما الآن فأود أن أعطي الكلمة للسيد رودي بارودي المدير العام عن إنرجي هولدينج قطر، لديه 30 عاما من الخبرة في مجال الطاقة، وقد شارك في العديد من الحكومات اللبنانية، وقد شارك في مشروع حول تطوير الغاز والكهرباء، شارك في إنشاء الانرجي فري تريد زون إذن أثناء المفاوضات التي تمت في برشلونة، وهو عضو مؤسس في اليورو ميديترينيان انرجي بلاتفورم. سوف يحدثنا عن استراتيجيات التصدير إلى قبرص، أوروبا، الصين والبلدان الأخرى. رودي لك الكلمة. Thank you very much for the introduction. And first of all, I would like to thank the organizer. أود أن أشكر منظمي هذا المؤتمر. أود أن أشكر السيد لينارد الذي وضع الإصبع على الجرح فيما يتعلق بإمكانية التعاون في المنطقة، وهذا أمر مهم عندما نتحدث عن الاقتصاديات الحجم. يمكننا في البداية أن نتوافق جميعا على أن لبنان يشكل جزءا كبيرا من ثروة الطاقة في حقل الليفياتون، وهو يشارك في تغيير المشهد الجيوسياسي. ولحسن الحظ أن هذه الموارد الطبيعية القيمة يمكنها أن تصبح دعامة اقتصادية واجتماعية للبنان لضمان النمو والازدهار على المدى الطويل. أمر سريعا على الشفافية الأولى لأنتقل إلى هذه الشفافية الثانية. على الرغم من النزاعات السياسية التي لم يتم حلها في هذه المنطقة، كنا نتحدث عن الجنوب أو الشمال أو الشرق، يمكننا أن نلاحظ توفر القدرات الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط، وهي حجمها كبير. وبالنظر إلى الشرق، لدينا سوريا التي لديها 214 مليار برميل من النفط و325 قدم مكعب من احتياطي الغاز. وبالنظر إلى تقديرات الـ IAA، لدينا 325 تريليون متر مكعب من الغاز. في الجنوب لدى إسرائيل نحو 1.7 مليار برميل من النفط و33 تريليون متر مكعب من الغاز كاحتياطي مقدر. أما قبرص تشير التقديرات إلى وجود 5 تريليون متر مكعب من الغاز. مصر تحوي بين احتياطي مقدر واحتياطي مؤكد بين 3.7 مليار برميل نفط و66 تريليون متر قدم مكعب من الغاز. أما بالنسبة إلى لبنان فلدينا تقديرات بوجود 33 تريليون متر مكعب من الغاز و 66 مليار مليون برميل نفط. هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقديرات التي سوف أو النتائج التي تخلص إليها الدراسات التي ستنشر يوم الأربعاء. هناك بعض العقوبات والعقبات والخيارات والاستراتيجيات التي يمكن أن نسبر أخبارها. هناك بعض المشاريع، وكل ما يمكننا أن ننظر إليه في هذه الشفافية هو في إطار هذه المنطقة السياسية المتنازعة من الشرق والغرب والجنوب والشمال. نحن بحاجة إلى وساطة وإلى جهود دبلوماسية كبيرة لتحقيق
هذه المشاريع تنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية التي نحن بحاجة إليها. إذا ما كنتم ترون على الجزء اليسار الأقصى من هذه الشفافية، لدينا منشأتان للغاز الطبيعي المسيل لا يتم الاستفادة من هذين المرفقين بشكل كبير في مصر. سوف تخطط مصر لبناء خط نقل غاز على طول 168 كيلومتر من البلوك رقم 12 إلى المنطقة الساحلية، لكن هذا المشروع مشروع لا يزال حبرا على ورق بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. ما نحن بحاجة إليه فيما يتعلق بالتصدير، كنا نتحدث عن مرفق للغاز الطبيعي المسيل أو خط لأنابيب النفط، هي حلول قابلة للحياة بالنسبة إلينا. حتى لو كان البعض يحاول الترويج للغاز الطبيعي المضغوط أو CNG، خيارنا الفوري بالنسبة إلى التصدير من وجهة نظري هو قبرص. لماذا قبرص؟ لأن قبرص موجودة على بعد تقريبا 100 ميل بحري من شاطئنا. عندما نربط ساحلنا بساحل القبرصي سوف نكون قد ارتبطنا بهذا الرواق الذي سوف تشاهدونه على الشفافية 17. لن يكون علينا أن ندفع بعض التكاليف أو رسوم العبور في مياه إقليمية لبلدان عديدة، فقبرص أصلا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وقد وقعت قبرص كل العقود والشروط المسبقة ذات الصلة بمراقبة نفاذ الطرف الثالث إلى هذه الاحتياط. كل معابر قبرص ومرافق قبرص موجودة، السلطات المعنية موجودة، والسلطات القضائية أيضا موجودة، وهناك خيار متاح أمامنا لضخ هذا الغاز بعد الاستخدام أو تلبية حاجاتنا المحلية. كنا قد نرسل هذا الغاز عن طريق خط أنابيب أو من كما قال السيد لينهارت من خلال منشآت الغاز الطبيعي المسيل على ساحل فازيليكوس. إذا ما نظرنا إلى تحليل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك المنطقة، هناك الكثير من الحسنات التي سوف نجنيها من الانضمام إلى هذه المنشأة، منشأة ساحل فازيليكوس. فازيليكوس تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الأوروبية ذات الصلة بالضمان الاستقلالية وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة. منشأة الغاز الطبيعي المسيل تشكل الخيار الأول لاحتياطي الغاز، ولدى قبرص علاقات ممتازة مع مصر وإسرائيل وفلسطين ولبنان. أنتقل إلى موقع فازيليكوس. إذا ما نظر لبنان في اعتماد هذا الخيار، سيكون علينا التعاطي مع عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والقرار القاضي بإنشاء هذه المنشأة موجود أصلا. أما إذا أثرنا اعتماد دورة أخرى سوف نتأخر عن مشاريعنا 3 سنوات. هنا أيضا هذا المكان موجود عند مفترق طرق للتجارة الدولية، من هنا هو مكان أو لديه موقع جغرافي جيد. بما أننا نتحدث عن خيارات
التصدير. أكون أتحدث عن أنابيب النفط أو المنشأة الغاز الطبيعي المسيل. الخيار الأول موجود هنا، والخيار الثاني يقضي بوجود سوق إقليمي تركي كبير، هو بين الجزء الشمالي ومرفأ سيحان. ونتحدث هنا عن 110 أميال. هذه الأرضية المحتملة تصب في خدمة الاستقرار والمصالحة الوطنية والازدهار الوطني. أما إذا انتقلنا غربا باتجاه كريت وسانتا فوكيا، يمكننا كذلك أن نفتح واجهة وبابا يقع على بعد 600 ميل بالنظر إلى سانتا فوكيا، ألا وهي منشأة الغاز الإيطالي، وهذا ربع هذه المساحة كما لو وددنا أن ننقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا. وهنا سوف نتجنب الدفع الرسوم والتكاليف المترتبة عن نقل الغاز وعبوره بمياه إقليمية لبلدان عديدة. إذا ما انتقلنا شمالا، هناك منشأة شبكة الغاز البلغاري التي لا تزال في مرحلة التخطيط والتصميم. بالانتقال إلى أوروبا ولتنويع المصادر، إذا ما نجحنا في الحصول على دورة التراخيص، هذا سوف يمكننا من ضخ المزيد من الغاز والنفط إلى أوروبا الشرقية، والأمر الذي سيسهم ب 30% تقريبا من إجمالي استهلاك الطاقة الغاز الطبيعي المقدر ب 650 ألف متر مكعب في أوروبا. أريكم هذه الخرائط التي أعدها بعض العلماء الجيولوجيون للبحر الأيوني من الشمال والجنوب والوسط. أما الخيار الآخر كما قلنا، تعد تركيا مركز نقل الغاز الأكبر في المنطقة، وإذا ما كانت إذا ما تمكننا من تخفيض هذه التوترات السياسية والعلاقات بين قبرص وتركيا، يمكن سبر أغوار هذه الإمكانية التي من توفير قيمة استراتيجية لصادرات شرق المتوسط، وستمثل فرصة لزيادة الاستثمار في منطقة شرق المتوسط. نتحدث هنا عن 110 كيلومتر، وهذا سيزيد من القدرة بالنسبة إلى تيار غاز بروم التركي الذي تم، وهذا العقد الذي تم إبرامه السنة الماضية، الذي سوف يضخ من غاز بروم 63 بليون متر مكعب مقسم على 4 مضخات وأنابيب نقل للغاز كل سنة، وسيتم تمرير هذا الغاز إلى أوروبا. أما مركز قبرص فسوف يحل هذه النزاعات بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي هدد بحجب الغاز في العام 2006 و2009 و2014. مؤخرا منذ سنتين قام الاتحاد الأوروبي بإطلاق دراسة حول توسيع الكوريدور الجنوبي. كل ما قلناه كما قال الدكتور السعيدي جيد، ولكن
لدينا الثروة، لدينا الموارد، لدينا كل ذلك، ولكن لبلوغ هدفنا نحن بحاجة إلى الكثير من الشروط المسبقة. ومن أجل الاستفادة من مصدر الطاقة هذا، هناك شروط مسبقة علينا اعتمادها مع توصل إلى اتفاق سياسي لكيفية استخدام الغاز والنفط بطريقة رجيدة من قبل لبنان، بالاستناد إلى حكم القانون ولمصلحة الجميع مع تعزيز المصالحة الوطنية. علينا أيضا المصادقة على قانون الإنتاج والاستخراج الذي تحدث عنهما السيد منسى في صبيحة هذا اليوم، فضلا عن حل أي نزاعات ذات الصلة بالمياه الأقليمية من خلال اعتماد القنوات الدبلوماسية، من خلال الأمم المتحدة مع تعزيز الجوانب القانونية. فضلا عن دراسة الخبرات المتوفرة في المنطقة، وعلينا أن نثبت أن وعود تشجيع هذا الموضوع من خلال حفر الآبار في المياه الإقليمية وخارج وعلى الشواطئ كذلك، سوف يكتسي أهمية كبرى. شكرا. رودي بارودي، merci pour cette très belle présentation, très intéressante. شكرا سيد رودي بارودي على هذه المداخلة الواضحة والشيقة. إذا الآن سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة وسوف أتوخى الإجاز. لن أستقبل سوى سؤالين لأنني أريد أن أعطي الكلمة للأستاذ حيدر والأستاذ بيضون بعد ذلك. سؤالان لو سمحتم، ليس أكثر. السؤال ربيع ياغي. السؤال مستر بارودي، يعني جميل هذا الكلام الذي نسمعه وهذه يعني الداتا المتعوب عليها واللي بتعطي جزء كبير من ثقافة نفطية وغازية للحضور وللمشاهدين وللمستمعين، ولكن يعني بالبريوريتيز اللي ذكرتها بالكونكلوجنز، أهم شيء بالنسبة لبلد مثل لبنان، نحن اللي قصتنا صايرة المسألة النفطية بلبنان، إنه إجا للعميان صبي فعموه من كتر الدسدسة، فنحن هاي هي مشكلتنا مع الشأن النفطي أو القضية النفطية بلبنان. يعني كثير من الحكي، كثير من التنظير، كثير من الأكاديمية، ولكن قليل 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 من العمل التقني والفعلي على الأرض. فأنا برأيي البريوريتيز بالوضع الحالي، بالوضع السياسي التعبان، بوضع الإداري الأتعب، أهم شيء من المسؤوليات اللي على القيمين على هذا القطاع إنه نحدد المنطقة البحرية. نحن عندنا منطقة اقتصادية خاصة مساحتها دبل المساحة البرية، ولكن جنوبا وغربا وشمالا الحدود ما في أي اتفاق مبرم، لا مع إسرائيل ولا مع قبرص ولا مع سوريا، والثلاثة هن داخلين علينا بحرا كمان. فقبل ما نحكي بإصدار القوانين وتوقيع العقود، لازم نحدد مساحات أو البلوكات ومساحاتها البحرية اللي عائدة إلنا، لازم نحدد الإحداثيات، لازم نحدد التراي بوينتس اللي بتبدأ جنوبا بين قبرص إسرائيل لبنان وشمالا قبرص سوريا لبنان. إذا ما حددنا هاو تراي بوينتس نحن عندنا حدود مفتوحة. فالسؤال البرايوريتي يجب أن تعطى لهذا الشأن، توافقني الرأي أم لا؟
Rudy. Hello. I fully agree with Dr. Yaghi, and I am. أنا أوافق الدكتور ياغي الرأي. أنا تحدثت عن هذه النقطة وضعتها في الأولوية رقم 4 فيما يتعلق بحل النزاعات حول المياه الإقليمية، كان علي أن أضعها في المرتبة الأولى. يمكن أن أخذ سؤالا واحدا. Alors je tiens avant à remercier chaleureusement nos trois intervenants et surtout nos organisateurs. Un tout grand merci à Front Page Communication, Monsieur Mustafa Assad, Monsieur Camille Nassa. Un tout Mustafa grand merci Assad, à Front Page, toute l'équipe, Monsieur Stéphane Mahzoumi, et surtout à Monsieur Fouad Mahzoumi et à tous ceux qui ont participé à cette conférence. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à regagner les jardins de l'ESA pour le déjeuner et la session reprendra à 14h45 ici dans l'amphithéâtre. Très bonne dégustation.